السلام عليكم، اهلا بيكم في نقط جديده بتقدمها ايجيبشن فيزيو سيرابيست نتورك. النهارده هنتكلم عن فرايت سلوز وهنتكلم عن الفاليديتي بتاعتها. فرايت سلو بتوصلنا لقبل الموشن اللي بتحصل اثناء حركه السباين والديسفانكشن اللي ممكن ياثر على الحركه دي، بتحدد لنا اتجاه الكوركشن اللي احنا محتاجينه عشان نعالج الديسفانكشن ده. القوانين دي قدمها لنا أستيوباث شهير اسمه هاريسون فرايد بعد تجارب بسيطة عملها على مجموعة من الطلبة عنده، كان بيلزق فيها ستيكرز على السباينس بورسز بتاعتهم ويلاحظ السباينال موشن في الاتجاهات المختلفة. 1918 خرج لنا بالفيرست والسكند لوز، وبعد كده كمل أستيوباث ثاني اسمه نيلسون عليه وعمل لنا الثيرد لو. القانون الأول قانون النيوترال ميكانكس بيقول إن لما السباين يبقى في النيوترال بوزيشن السايد بيندنج اللي هيحصل معاه روتيشن للأوبزيت سايد. يعني لو حصل عندي روتيشن للليفت فروم L1 to L5 نفس الجروب اوف فيرتيبري ده هيحصل فيه روتيشن للرايت. الكلام ده بيحصل في اللامبر والثوراسك سباين لكن ما يحصلش في السيرفيكال سباين لاني ما عنديش ترو نيوترال بوزيشن للفاسد جوين. القانون الثاني النون نيوترال ميكانكس بيقول ان السباين لما يبقى في فليكشن او اكستنشن ويحصل سايد بيندنج لوان سايد من البوزيشن ده هيحصل عندي روتيشن للسيم سايد اللي حصل فيه سايد بيندنج. الكلام ده يتطبق على لامبر سباين في الفليكشن بس، لكن في الاكستنشن بنرجع تاني للرول الاولانيه بتاعت النيوترال ميكانكس. اما في الثوراسك سباين فالموضوع بيعتمد على ايه اللي هيحصل الاول. يعني لو حصل سايد بيندنج الاول هيحصل عندي روتيشن للاوبزيت سايد زي ما حصل في القانون الاولاني، اما لو بدانا بالروتيشن هيحصل عندي سايد بيندنج للسيم سايد زي ما في الرول التانيه بتاعتنا. القانون الثالث بيقول ان لو حصل عندي موشن في وان بلين هتأثر على الموشن اللي بتحصل في التوب لينز التانيين. يعني السايد بيندنج اللي بيحصل للفرتبرا في الفرونتال بلين بيأثر على الفليكشن اكستنشن اللي ممكن تعمله الفرتبرا في السيجيتال بلين والروتيشن اللي ممكن يحصل في الترانسفيرس بلين. فرايتس لوز على الرغم ان هي قديمه بقالها حوالي 100 سنه الا ان الكيروبراكتورز والاستيوباس وحتى الفيزيوثيرابيست ما زالوا لحد وقتنا هذا بيستعملوها في الشغل. من اهم الانتقادات اللي توجهت لفرايتس لوز انها اعتمدت على الدايركت اوبزرفيشن في انها تحدد وبشكل قاطع شكل السباينال موشن، في حين ان مع تطور الكينيماتيك ريسيرش وبقى عندنا سي تي وام ار اي وكمبيوتر موديلنج بنلاقي ان السباينال موشن معقده اكتر وصعب ان احنا نتوقعها. موضوع انديفيدوال وبيختلف من شخص للتاني ومش قادرين لحد دلوقتي نخرج بموديل واحد يحط لنا رولز ثابته نحدد عليها السباينال موشن. فازاي فرايتس من 100 سنه باعتماده على الدايركت اوبزرفيشن مجرد ان هو جاب ستيكرز ولزقها على السباينال موشن لمجموعه من الطلبه قدر يخرج بيها بقوانين قاطعه تحدد السباينال موشن شكلها عامل ازاي؟ الابحاث النقديه اللي اتعملت على فرايتس لوز قالت ان احنا المفروض نإليمينيت استخدام قاعده القابل ديموشن دي في الاسسمنت بتاعنا او في التريتمنت بتاعتنا ونعتمد على حاجات فاليديتد اكتر زي البوزيشننج وزي الموبيلايزيشن والمانيبيوليشن. الديسكريبشن هيكون فيه مجموعه من الارتكلز والريفيوز اللي بتتكلم عن فرايتس لوز وعن الفاليديتي بتاعتها وبتتكلم عن السوماتيك ديسفانكشن من الاستيوباس فيو. اتمنى تكونوا استفدتوا من النات دي، تابعونا عشان تشوفوا نوتس جديده من ايجيبشن فيزيو سيرابيست نتورك. شكرا ليكم.